ذا كايرو تاور، برج القاهرة. Egypt has many amazing places. You can visit some of these places in Cairo, like the Cairo Tower and the Egyptian Museum. مصر لديها عديد من الأماكن المذهلة. أنت يمكنك أن تزور بعضا من هذه الأماكن في القاهرة، مثل برج القاهرة والمتحف المصري. The Cairo Tower is one of the most famous buildings in Egypt. It took 5 years to be built. It opened in 1961. It is 187 meters tall and stands next to the Nile. برج القاهرة يكون واحدا من أكثر المباني المشهورة في مصر. هو استغرق 5 سنوات لكي يتم بناؤه. هو فتح في سنة 1961. هو يكون 187 مترا في الطول، و يكون مكانه أو يقف بجوار نهر النيل. There is a restaurant at the top. It moves so you can see all of the city below. There are 24 windows on each floor of the building. يوجد هناك مطعم في الأعلى. هو يدور أو يتحرك، لذلك أو حتى أنت تستطيع أن ترى كل المدينة في الأسفل. بيسموه المطعم الدوار، بيلف كده حوالين داير عشان خاطر تقدر تشوف معالم مصر كلها. يوجد هناك 24 نافذة على كل أو في كل طابق من المبنى. If you want to climb to the top, there are 2,500 stairs. At night, the colors on the tower change. It is a wonderful building. لو أنت تريد أن تصعد إلى الأعلى، يوجد هناك 2,500 سلم في الليل. الألوان في البرج تتغير. هو يكون مبنى رائعاً.